اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم اجمل الترحيب واتمنى لكم يوما ونهارا سعيدا. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس، اللي عودناكم دائما بهذا البرنامج نكون ميدانيين ونكون بصراحه واصلين الى اغلب مناطقنا واغلب ازقتنا واغلب مناطق التجاريه واسواقنا، وتجولنا بها كثيرا ولاحظناها، وكانت جولاتنا الميدانية يعني بصراحة انطت في الدافع ممكن للبعض منهم يقدم شيء او يعمل على مستوى الخدمات. طبعا اليوم احنا في منطقة البياع، واحدة من مناطق بغداد ايضا اللي زارينها هواية، لانه منطقة بجانب الكرخ ومنطقة مهمة، منطقة شعبية تحتاج إلى الكثير من الخدمات، وأغلب مناطقنا هي تحتاج إلى الكثير من الخدمات، لكن إحنا المنطقة اللي نوصل بيها ونزورها ونسولف بيها ونسولف عنها لازم نذكر موضوع الخدمات، لأنه موضوع الخدمات أنت من تتجول بالشوارع وتلاحظها. يعني الشارع الرئيسي يعني غير مهيئ أنه يكون رئيسي، وبالتالي هذه واحدة من المشاكل اللي يوميا نشوفها ونعاني منها، إلا ما ندر يعني إلا مناطق قليلة وقريبة نقدر نشوفها دائما. زميل علاوة حتى نتمشى بداخل هذا السوق، طبعا شارع 20 واحد من أهم الشوارع التجارية في منطقة البياع، ومثل ما قلت البياع بها سوق شعبي كبير جدا، وهذا السوق ممكن في بعض الأحيان يكون محط اهتمام للناس، لأنه زيارة الناس للأسواق، خلنا نتوقف والله عد الحج اليوم. الأسواق الشعبية هي اللي صارت أكثر يعني أكثر تداول وأكثر يعني أكثر عمل بها نقدر نقول، لكن المصالح بشكل عام توقفت والأسباب هي معدودة. واحد من الأسباب اللي خلت الناس ما يعني مو بذاك الشغل، مو بذاك مو بذيك الحيوية الاقتصادية، هو موضوع الدولار، بعدها أثر بشكل كبير جدا على المواد الغذائية ومن ضمنها المواد. أنا يعني تقصدت أن نوقف يم الحج اللي الآن صاحب المحل ونسولف عن قضية البيض. بيض المائدة اليوم 4000، يعني في مناطق بغداد بعضها 4000، 4 بيضات ب1000 دينار. زين الطبقة بيش توصل بسبعة تقريبا أو أكثر، وهذا جزء من عدة مواضيع ممكن تأثر على الناس بشكل مباشر. يعني واحد اليوم من يحس انه ارتفاع بأبسط ما يكون وبسبب الدولار بيضة، اكيد يعني اكيد راح يكون بها ردة فعل، وردة الفعل موجودة الآن على الأغلب. يعني أغلب هسه ممكن واحد يقول لا، يعني ممكن يقول طبقة البيض مو بسبعة، بخمسة ونص ألف. زين ما تعرف انه البيض المائد ايش قصار له، يعني بتفاصيل هواية، فاحنا ما نريد نقول شيء يعني يأثر على عمل الاخوة اللي موجودين. عموما سوى الناس تعرف يعني اليوم اذا تشتري شغلة رخيصة جدا ما تقدر تقول أن تكون موفق بها باختيارها، لأنه السعر يلعب دور. الآن اللي نلاحظه خصوصا في هذه المناطق الشعبية حركة الناس أيضا قلت بعدة أسباب. هذا الشارع أولا تجاري، وعادة تكون هذه المناطق هي شوية تكون بها شوية المفروض حركة، وبداية الصبح تكون بها نوعا ما حركة تجارية، بس لكن اللي لاحظ الآن يعني تشوف المنطقة يعني بهذا الشكل، يعني بعدها الناس هي مفتحة موجودة لكن حركة تجارية حركة ناس ما موجودة. هذا يمكن أغلب المناطق، لكن في أوقات أخرى مثلا العصريات أو بالليل تكون اكو حركة تجارية بهذه المناطق، لأنه تكون المحال التجارية فاتحة أبوابها بشكل كبير جدا، والحالة اللي
تلاحظوها يمكن أغلب الأخوة أصحاب المحال التجارية هم أعرف في هذه المنطقة وأعرف مناطقهم، لأنه سبق وأن زرناها، والأخوة اللي الآن نلاحظهم يمكن بداية الصبح شوية يكون يعني الوضع السوق بعد ما مفتح بشكل كبير، يعني بعد الناس ما نازلة للسوق بشكل كبير، واحنا دائما نبلش بما انه صباحيات. السلام عليكم، شلونك حبيب عمي؟ قواك الله، شلون عافيتك؟ حبيبي مية قلبي. الله يسلمك. ومن؟ ابو ابراهيم. حياك الله ابو ابراهيم، شلون عافيتك الامور؟ الحمد لله بخير ان شاء الله، يدوم الخير الجميع ان شاء الله. ابراهيم خلى جي يمك يا سيد علاوي، يقول تعال يمه بعد عمي. لا احنا جايينك هسه، جايين. شلونك حبيبي؟ غاتي عمري. ابراهيم شلون شغلك؟ عمري ان شاء الله زين الحمد لله والشكر. وش مرتبها؟ الحمد لله. الحمد لله ماشي الامور. ماشي الامور الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. رزق احنا دائما انتم الكباريه تقولون الرزق ذا مو الصبح واحد يفتح طبعا ويغبش على شغله. اي والله من 6 الصبح يقولوا لي اهلي ايش عندك عمال؟ قلت لهم لا هاي يعني روتيني، حتى الجمعه من اقعد بالستة الصبح اظل افطر بالبيت. صحيح. اي ما اقدر يعني ماكو راحه ابد ابد. الحمد لله، الحمد لله والشكر. الحمد لله. عندك العنبه وعندك بعد شويه شاميه وهاي. الحمد لله الحمد لله. ايش قصر لك والله ابو ابراهيم؟ هنا ناني من 95. اي تقريبا هنا انا بالبيع. يعني ها بالبيع يعني مو هذا المكان؟ لا كنت هناك محل مال لحوم. زين. وبعدين شوية اللحوم تعبت قطعوا الاستيراد وقطعوا هاي، جينا هنا أنا. الحمد لله. الحمد لله والشكر. هم سالفة الدولار أثرت عليكم لو مو يمكم؟ الدولار هو اللي عبينا طوبة. لو مو الدولار يعني كان حركة الشارع هسه تشوفها مزدحمة. حيل لأن ما عندك شيء محلي تقدر تشتغل بيه. تروح لابو الاسواق ماكو المحلي خمس حاجات، الملح شنو الملح وشغلات خمسه حتى ما حد يتذكرني يعني ما حد يتذكرني. فالاستيراد قطعوه، دولار صعدوه، يعني لعب بينا طوبه يعني. هذا الشيز كان ب 18000 هسه ب 32000 وقابل للصعود. وقابل للصعود يعني ايش قد فرق 18 الى 32؟ مضاعف. انا ما اقدر اقول لك، بس الازره كنت اجيبها ب 18 هسه ب 30000. كنت شويه بطل الزيت هذا لان ما اقدر اشتغل الا بالزيت، من الالف الى 3000 دينار. يعني هاي تقدر تشتغل وما تقدر تصعد على العالم. وهي حسابها واضح. اي يعني هذا ابو الكماليات تاذى، ابو الستاير تاذى، ابو كلها تاذت من وراء صعود الدولار من ال 120 الى 148. يعني هوايه ايش كم نمره. والتاجر ما له اي ذنب. الذنب بالتعرفه وين يعني. هي اكو مشكله وتحددت المشكله وقالوا انه صوتوا عليه بالبرلمان وانتهى. ما يصوتون الشيء اللي يفيد الشعب، ما يصوتون عليه. اريد اقول لك يا الشيء اللي يخدم الشعب ما يصوتون عليه ابد. المضره للشعب اي يصوتون عليها امانة الله. يعني هسه من وجهه نظرهم ابو ابراهيم يقول لك والله احنا من قطعوا الاستيراد مال اللحوم، العراقي الفقير مالتنا سفرته عامره. يعني كنا حاجاتنا من ايران، من تركيا، من السعوديه. ماكو شيء عراقي. عندك الدجاج كان متوفر التركي. هسه البيض التركي، البيض التركي كان ب 2000 دينار هسه الى 7.5. مين لك انت محلي وانا المحلي؟ عندك دجاج محلي؟ عندك مجازر يعني توفي حاجه البلد؟ مدا اقول لك احنا بواخر من الهد تجي مال اللحوم ومسد حاجه البلد. بواخر يعني اطنان. ابراهيم هسه انت على حكايتك بواخر، وهذه الامراض الان اللي صارت والمصايب اللي صارت واللي جاي يطبنا ما نعرفه شنو ما شنو. وزين هسه المحلي نظيف؟ أنا بشوف عيني. ما أضمن لك. أنا بشوف عيني أروح للمجازر الدجاجة ما تنذبح نوبات بيها، تعبر مخنوقة، هم من تموت ميتة هيك يسووا لها يحطوها. يعني هاي نظافة يعني العراقيين مزكيين.
لا تقول لي هاي حرام وهاي حلال وهاي تركي. أنا ما أكل تركي أدك لأفخاذ من 2000 دينار إلى 4000 4.5. وعالم يعني كلها حاجاتها بسيطة. هاي لا تشوف السا حركة بالشارع. هاي كان موسم مدارس يعني السا صارت حركة تقريبا 3 أيام 4 5. يمكن عصريات موصل. لا الصبحية، لأن شنو قالوا موسم مدرسي العالم بدأت تسوق، تطلع لها كم فلس حتقعد تخلص فلساتها وتقعد. عمي تبيش اشتريت الصدرية فرق عن العام 25 العام ببيش ب10، ايش قد فرق؟ هذا ما يأثر على السوق هذا؟ طبعا يأثر، يأثر كل التأثير. أبو إبراهيم عيوني عمري، يا وسهلا رزقك يا حبيبي، رزقك حلال إن شاء الله حبيبي. شلونك اليوم؟ شو أخبارك؟ ان شاء الله زين. سهلا الحمد لله، شكرا بخير الحمد لله. اليوم يا اهلا وسهلا يا هلالي. الصدريه اخذتيها بايش؟ كل العام اشتريتها ب10 ب15، السنه كلها 35 و25، ونوعيه القماش مو زينه. ها كل سنه ما شاء الله نسوق لاطفالنا، واحنا صاحبين مو الدخل محدود، اصلا احنا اي دخل ما عندنا زين على شغل ايدين ابوهم. اي والله من كورونا وجاي قاعد لا شغل ولا عمل. قدمنا على راتب رعاية منطانة، قدمنا على قطع الأراضي منطانة زين. قبل هذا الجا شو اسمه هذا الجديد، الرئيس الجديد الكاظمي. الكاظمي هو معقولة ما تعرفينه؟ الرئيس رئيس العراق الجديد. شلون أول ما إجى كيفنا عليه وقلنا يا رب خير أشو، أول ما صعد لنا الورق سوانا يا 150. هاي شغلة أولى زين. المالك سوانا، صدام حسين سوانا. أنا من النظام المعدوم زمن صدام حسين، وهذه الأنظمة الجديدة لا خليت وزير ما رحنا له، لا مسؤول عرفه ما هاي. حتى بالانتخابات انتخبونا وعين عيونكم، أنا ابن عمكم، أنا ابن خالكم، ولهناك يحطنا بالحضر زين. احنا مو عائلة عراقية، هسه أنا عائلتي 10 نفرات، لا عندنا بيت لا عندنا إيجار لا عندنا كل شيء. رجلي شغل ما عنده، ما عنده إمكانية دا يفتح محل زين، منين نجيب؟ شلون عايشين احنا؟ لا قدمتوا مقدمين على الرعايه؟ ما خليت، ما قدمتوا. اللي يقول ايه يقول عندك واسطه عندك فلوس، قلت له لا عندي واسطه لا عندي فلوس، ليش اركض ورا ال 250 الف مال الرعايه الاجتماعيه زين. هذا حال الشارع العراقي، واللي ما عنده احد زين. احنا حتى الحلبوسي على اساس من ديرتنا، واني من الانبار ترى، وناشدته مناشده انسانيه، وقلت له انا ابن ديرتك، يعني احنا ما نريد فد شيء، نريد يعني نشتغل، ما نريد يعني لا نجدي ولا هاي، بس لقونا يعني منفذ. هسه انا عائلتي اذا تدقونا حاسبه، ما عندنا لا راتب ولا قطعه ارض ولا سياره ولا كل شيء نملك بالعراق، بس الهويه العراقيه الحمد لله والشكر. ناشدت السيد محمد الحلبوسي وما وصلت له؟ لو وصلت والرجل يعني وكتبت، شافوا الكتابه مالي بس ما جاوبوني زين، عن طريق ناس واسطات تعرف احنا هناك. هذا الـ هذا الـ هذا الان اللقاء ناس تعرف ناس وصلنا على مال هيبه الحلبوسي اللي هو ابن عمه، رحنا لقيناه ما موجود زين. وين نروح احنا؟ رساله للاستاذ محمد الحلبوسي، هو اكيد يسمعني، واحنا انتخبناهم وهو ما قصر ويا اهل الرمادي، واحنا منطقتنا كانت معدومه، قلنا بال30 سنه بعد ما نرجع، بس هو يعني سوى لنا شيء زين، بس ما جاي، ما ادري ما يشوف او من كثرة الضغط العالية ما يشوف مناشدتي. انا ارجع اسلم عليه واناشد المناشدة الثانية عن طريق قناتكم الموقرة، اسال عسى الله ولعل انه شوف حل لعائلتي. خادمة ربك طلبه منك، ترى اداوم حماية، حماية منشآت، وطلعت بسبب الظروف الامنية اللي مرت علينا بزمن داعش، وطلعت من الجهاز، رجعت اريد ارجعهم الا بفلوس دا يرجعوني، ما عندي فلوس. خادم خدمتك انا اللي اريد شنو منك؟ اريد من يمك رقم تليفون، راح انطيش رقمي وتتواصلين وياي، وبلكي الله يعني اكو خبر. يا اهلا وسهلا، تحياتي لك وسلامي. كتبينا رقمك وخلينا يا ام ابو ابراهيم، او اخذ تليفونك من ابو ابراهيم ذات. اي والله شلونك حبيبي؟ اعطيني تليفونك، اعطيني تليفونك. لا لا انا ارد لك تليفوني اكتب لك اياه يعني هذه. لا تسمحي لي، لا تسمحي لي اليوم ارد يعني. اي هذه الصور اللي تلاحظوها الان امامكم مشاهدينا الاحبة من داخل سوق سوق البيع، ومثل ما تلاحظون اللي اعطيني يوم اعطيني يوم اعطيني يوم
انط اتصال على اي رقم. صار هذه الصور اللي امامكم. اي اكو طرق وجسور. اي اي اكو واكو دائره واكو اكو دائره همه. اشكرك يا ابو منو العفو. اي والله اعرف والله اعرف والله مصورينها مصورينها والله، بس هي مصيبه ما حد يعني ما حد عيني يوم اتصل بيه وبعدين عيني. هذا شلون الكابتن شو اخبارك حبيبي؟ هذه الصور طبعا مثل ما تلاحظون يعني اكثر الاعمال واكثر الاشياء اللي يعني صار لها نوعا ما مردود بالنسبه للمواطن، انه هسه الان موسم السلام عليكم جاي ترتب على راحتك رتب شلون قلبك شو اخبارك حبيبي شلون صحتك؟ الله يخليك حياك الله. الله يسلمك عافيتك الحمد لله ان شاء الله زين. الله يسلمك. موسم انت شتوي موسم دراسه. هو بدا موسم الدراسه هسه حاليا والموسم الشتوي هم يعني نزل بضاعه جاي ترتب شتوي طبعا. اي شلون السوق والله شارع 20؟ والله الحمد لله زين نعمه ماشي نعمه الحمد لله. شغله صبحيه لو بالليل يعني اكثر شيء الضغط يصير الصبح صبحي صبحي عصرية هي تصير حركه بس يعني الصبحيه هي دوام لان عالم موظفين يعني عد هنا دوار زين. اي فصير الصبح يعني شويه شو انا اشوفه ما بي ذيك الحركه. انا تصورت انه العصر يعني شغله اكثر شيء. اي تقريبا يعني من هسه يعني ورا ال 11 ورا ال 12 اي على ترتيب العالم لا. تنزل بالشتو وشوف فيها مفارقه تنزل بالشتو ومرتك تشتغل تمام. بعد والله ما نعرف هسه جونا احنا جونا صدق محير يعني مو يا حبيبي انا شاكر فضلك. اهلا وسهلا. طيب تحياتي وسلام لك يا حبيبي. الله يديمك الله يحفظك. هذه الصور ومثل ما تعرفون يعني اكو مفارقه بالموضوع يعني الشغل الان نازل بالسوق هو الشتوي البضاعه الشتويه بس الناس مشغله المبردات. السلام عليكم عمي شلونك حبيب شو اخبارك؟ ابتسامه دائما ان شاء الله. شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين. الله يخليك عيني يا سلام. الامور الحمد لله عيني. من انا ابو كاظم. حياك الله ابو كاظم شلون عافيتك؟ والله زين الحمد لله. شايفين بس ما ادري وين هنا نفس المكان. اي نفس المكان. اي سنتين يمكن. اي عافيه. اي صحيح زين اتذكر انا زين عندي ذاكرتك. اي والله شو تسوي انت لي؟ والله الحمد لله. هاي شوف انت تشوف هاي الحاله ذاك الوقت نفس هذا الوقت نفس المويه ابيع. والله ما عندي لا راتب ولا كل شيء لا عندي معين لا احد يعطيني لا احد هذا بس على المي عايش الحمد لله رزق. وعندي وحده همين من زوجها هم طلقه وعندي اثنين جهال. أيوة. الله يحفظك. رحم الله والديك. الله يخليك عيني الله يسلمك. الحمد لله هسه هو راح يتغير الجو. انت شايف لك شغله كيك هاني ابي كيك. اي بعد يعني مرتب امورك. اي سسه وبالك كيك لو 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 هذا مو هسه صار عالي. صار عالي ان شاء الله. اي مو مواد كلها غاليه صارت وهذا شلون ابيع كيك انا وانا على مي ولا ابيع كيك انه بخاف يساعدون الكيك كله غالي. اي أيوة والله. ليش تشتري؟ كنت اشتري انا ب 10,000 على قد حالي 40 كيكه يعطيني وابيع على العالم منا ومنا رايح البياع. اي أيوة والله. اي أيوة والله الحمد لله. هسه خلينا نشوف بيش يبيع هو الكيك. والله هسه صاير على المي وعلى الكيك ظروفي تعبانه. أيوة. تتصور راح يصعد ما بها مجال يعني. هو حيصعد هو صاعد هو صاعد مصاعد هو الدولار بس غير ينزلون حتى العالم تتزخ. هذا اللي اريده يعني هسه حتى الكيكه صعدت حتى الدولار. اي والله حتى الحليب وعندك الدهن وعندك الطحين وعندك ما شنو هاي الشغلات مواد هاي كلها صعدوا. هو الكيك شلون يصير من وراء هاي الشغلات زين يعني صاعده فيصعد الكلفه تصعد حتى العامل الموضوع هم هم صارت مشكله باليد العامله. اي يد العامله صارت مشكله بالازام وهذا واحنا هاي هتي شوف الحمد لله والشكر. مرتك وارده خالد خالد الجدان خالد هسه شويه نكمل ونرجع لك عمي. على راسي عمي صدق شديمك رحم الله والدك عيني اشكركم عيني على الصحه العافيه حلال الله والدك عيني رزق عيني شكريني عيني رحم الله والدك عيني شكرا للاذاعه محتاج من رحم الله لاهلك طول عمرك. انا بس اريد شويه ظروفي تتحسن وكل شيء ما اريد. ايوه ايوه والله شو اسوي؟ الله موجود احسن من كل شيء. الله يخليك الله يطول عمرك ان شاء الله يديمك. الله يخليك شويه وراجع لك عمي تدوي قلبك الله يستر عليك. شوفوا ماي بارد دايم هسه نرجع لك. لا نرجع لك عمي الله يعطيك عيني حياك الله حبيبي الله يخليك عيني شكرا عيني. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. يعني اغلب الظروف اللي نلاحظها خصوصا في هذه المناطق الشعبيه، وواحده من الامور، خلي بالله زميلي علي، هذه اللقطات اللي تلاحظوها، يعني هذه الشوارع الرئيسيه اللي اصبحت الان، يعني نسولف على الخدمات، نسولف على الخدمات بشكل منطقي، لانه موضوع الخدمات موضوع شائك و بعدة أمور. السلام عليكم. السلام. سلام لله ترى. حبيبي حبيبي. هذه أغلب اللي تلاحظوه خصوصا في هذه الفترة. يعني صارت الأعمال صعوبة إنه تحصل إيجاد فرصة عمل، فتضطر الناس اللي يفتح بالشارع واللي ياخذ له محل يأجره مجرد إنه هيكل. وهذه طريقة هذه الطريقة اللي الآن هي اللي موجودة. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك عمي؟ شلون عافيتك؟ أي حبيبي حبيبي عمي. أغلب طبعا أصحاب المحال التجارية اليوم اللي نلاحظهم وضع ماشي على التصريف، وأكو بيهم يعني يتعنى ويتسوق و يضطر يستمر بهذا العمل حتى على الاقل انه يوفر. حبيبي عليكم السلام قلبي، شلونك؟ على الاقل يوفر ويطلع اللي يقدر يخلصه، مجرد انه سواء موسم دراسي مثل ما تلاحظون الجنط وغيرها، وهو الارتفاع الان موجود. يعني انا ملاحظه خصوصا في هذه الفتره، لانه هسه موضوعه الدولار أثرت حتى على الحقيبة الدراسية، حتى على الحقيبة الدراسية أكو بيها موضوعة الدولار تدخل، يعني القضية أصبحت بهذا الشكل، يعني ما ممكن إنه تكون بهالبساطة. إحنا قبل شوية حتى بالكيك يعني تأثر بالوضع العام، وخصوصا في موضوعة الدولار اللي الآن اغلب الناس او اغلب اهل الدخل المحدود هم اللي تحطمت قدرتهم والله على الشراء. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ قواك الله، شلون عافيتك؟ شلون امورك؟ تبسيطتكم متاخره لو احنا جايينكم من وقت اليوم. والله هي متاخره لانه انتهت مال المدارس سوقنا، والحمد لله والشكر. الحمد لله. اي بس الشغل ما احنا عارفين الشغل ما يخلص، لازم يعني واحد مواسم. هي مواسم، هاي مواسم مال فتح المدارس، اي ناس تشتري تتوضع على مدة يعني بناتهم جهالهم. اي ولا تنسى هم موسم الشتو بعد ما اجى، اي يعني ما نزل هسه بالسوق، بس اللي اشوفه اكو شيء نازل، يعني شيء قليل، يعني الناس نوبات تشتري قبل لا ينزل الشتاء، يصير من يجي موسمه تصير غالي البضاعه. نسولف على الشتاء والسوالفنا على الشتاء ما تخلص، وهاي احنا نصب عرق واحنا بعدنا بالصبح. اي اي فعلا، هو هذا هاي السنه يعني تاخر الشتاء بيها. حن عمي ابو عبد، انا قصر لك ابو عبد بهالشغله هاي المصلحه؟ والله تقريبا 8 سنوات بالبيع وبالكاظميه. جيد. اي الكاظميه 5 سنوات. والحمد لله والشكر. شغل الكاظمية أبو عبد يمكن يعني أكثر، لو يعني بيها سحب وبيها زيارات دائمة، ويعني الناس تتوجه لها، فيصير بيها شغل تجاري. صحيح كلامك، صحيحة. فالشغل هناك بيها يعني من الصبح لليل، حتى الليل يعني لحد ما تنسد باب الصحن لل12 بالليل. يعني أنا هناك كنت موجود أنام لي 4 ساعات 5 وأقعد. اي مستمر الشغل، مستمر. هنا أنا لا، هنا أنا يعني للثمانية ولا المغرب ساعة نعزل ونروح لأهلنا. سوق الشارع 20 بالساعة ينتهي يعني تقريبا ورا الأذان، ورا أذان المغرب بساعة، يعني بلي ساعة ساعة ونص ينتهي، والصبح يبدي بالـ9 بالـ10 تقريبا.
وهاي ماشي الحمد لله. الحمد لله على كل حال. بعد بتخاف هم غالي شغلتك، غالي على الدولار ووضعها. والله هذا شيء حد يشتري. فعلا هو لا والله، بس هذا الشيء واحد يجيب حاجه زينه ورخيصه فيحصل بها معامل. ومنطقي كذلك الانسان يعني عيني وغاتي، وهاي هذا الشيء خلينا والحمد لله. تعامل يجذب الناس، العالم هي اللي هي اللي تشتري يعني. اي صحيحه. اسلوب عمي موفق. الله ينعم عليكم الصحه والعين. الله ينعم عليك. جياتنا الثانيه هم نجي ونشوفك ان شاء الله في افضل افضل من هالبسطيه اكثر ان شاء الله. احنا يجون هواي فضايا يسالون مثلا على غير مناسبات. اي تواجدنا هاي سوالفنا. لا احنا اليوم ما تطرقنا للجانب السياسي. اي شغله الدولار من نذكرها خلاص هي هاي. اي والله هو احنا جانب سياسي واحد يعني. احنا بالدولار يعني من يصعد تجار هم يومين ثلاثه وينزلون البضاعه، او انه بيصعدوها بعدين ينزلوها لانه ما تتقبل. الحمد لله ما تتقبل الصعود. احنا بالنسبه للملابس تنزل يومين ثلاثه وتنزل اسعارها. ناس ما يشترون لانهم مو كلهم الموظفين ونسوان التجار، اي هذول اللي يشترون، باقي يعني يدورون رخيص. موفق حبيبي. الله يبارك. يعطيك الصحه والعافيه حبيبي. الله يديمك حبيبي. حبيبي عمي الله يخليك. طبعا الاكثر اللي يعني اكثر الكلام اللي تسمعه خصوصا بهذه الفتره، يعني خصوصا بهذه الفتره ذات تريد تتحدث عن قضيه اللي هو الان اللي الان ماشي، هو موضوع الصداري وهاي التفاصيل الخاصه بالمدرسه، لانه بلش العام الدراسي اليوم، ومثل ما تعرفون اكيد اللي ينزل للسوق ما يشتري حاجه واحده او حاجتين، يشتري مجموعه، لانه خلص انه صار امر واقع، لانه لازم تدرس ولازم تداوم، وبالتالي انعكاسه يكون موجود انعكاسه موجود على الشارع، على الـ على الـ على البضاعه اللي الان موجوده، على الوضع العام اللي موجود، وحتى موضوعة العمله والصعود واللي جاي يصير يمكن كساد. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك قلبي؟ شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ ها ما تقدر؟ ها؟ حبيبي 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 ورد. عموما نتمشى واحنا بطريقنا، حتى بعض الناس يقولون يعني هذه الاسواق الشعبيه شويه تترك موضوعها عند الناس، لانه محلات وبهذه الطريقه يمشي يتحرك السوق نوعا ما، تمشي البضاعة، تصير اكو تعامل. والغريب ايضا في هذه الاسواق الشعبية ايضا واحدة من الجزئيات المهمة، يعني تحس انه العمل مو فقط انه بيع ومشترى وشغلة تجارة وتبادل تجاري، لا القضية ايضا تعامل اصدقاء. السلام عليكم حبيبي، شلون قلبك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. هسه المفروض ما تدخن وقول شو مرنا حبيبي. شلونك؟ والله بخير. بخير ان شاء الله زين. خليك مو دخلت بخصوصياتك. لا لا عادي عادي. لا عادي. شلون امورك؟ والله بخير. يضحك يضحك. شلونك قلبك؟ والله تمام الحمد لله. الاسم بالخير. سجاد حازم. احنا طوال وشلعنا قلب المصور. سجاد حازم. حياك الله سجاد. قول قلبك. شلون وضعك حبيبي؟ والله تمام. صار لك هنا والله؟ أربع سنين. مستمر ولا متقطع؟ مستمر الحمد لله، وعندي دوام انا ثاني. يلا موفق ان شاء الله. الله يوديك. شلون الوضع الان؟ حركة السوق يعني كبيع وشراء تجارة لو متوقفة؟ ضعفت هواي. من الاسباب من كورونا، يعني من المظاهرات هي بدت، انه بجت ازمه كورونا، وهسه ارتفاع سعر الدولار فضعفت ضعف السوق كله. القدره الشرائيه للناس ما تقدر تشتري لو هي رده فعل طبيعيه انه قدره شرائيه ماكو عالم يعني ما تقدر. يصعد عندك هسه الشغل اللي انت تشتغل به هسه اختصاص يعني كرزات وغيرها. خلاص انا على العطاء محلي. نقدر نقول صعد عندك في 30% 20% السعر لو صار نص فوق ال 50 نص او اقل. اي بس الاغلبيه نص. والانواع ما كتبتها.
زين هسه هو الدولار الدولار صعد 25,000 خلينا نسولف هل تعدك التجار التجار صعد الاسعار غالي صارت يعني هسه الشغل يم التاجر لو الشغل يم ابو البضاعه الرئيسي ابو المصنع وغيره تاجر يم التاجر تستغل هاي الازمه هي استغلال يستغلون هذا الظرف للاسف متعودين احنا كنا يعني برمضان مثلا نعرف ان المواد الغذائيه راح تصير نار لانه يكون بها استغلال ويكون بها تصرفات ويصير بها اشكال والوان فتضطر الناس تسوي قبل اسبوعين ثلاثه اكيد هو جاي يقول لك استغلال تاجر للناس حبيبي سجاد غالي طيب تحياتي وسلام دول قلبك الله يخليك يا حبيبي السلام عليكم انت قبل شوي ضحكت وشربت شايك شلونك قاعد ها قاعد لا قاعد حبيبي هلو مرحبا مبارك عمي شلون امورك انا دكتور زيد اخصائي بالتحليلات المرضيه حياك الله عندي مختبر لي قدام هم مختبر زيد من اقدم المختبرات بالبيع اي ما شاء الله اي واني استادهم لان دول ماكو مختبر هنا أنا مفتح اذا مو داخل عندي دوره ما شاء الله الحمد لله يعطيك الصحه والعافيه حتى واحده بدي علمتها راحت لدهوك كرديه تخابرني دكتور اني اشكرك كلش هواي قلت لها شلون اجت تشتغل قعدت حتى فتحت مختبر وهذه والله اي قلت لها جيد جدا تواظبي حتى تشتغلين احسن باحسن كان يقول اي الحمد لله واشكر بس اني كلش اشكرك وما ينسى فضلك قلت يا تدللين من واحد يعني يذكر الجميل ويتواصل حلو بالتاكيد احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من نفع الناس بس انت من تنفع الناس كون الناس تذكر هذا الشيء اللي انت سويت لهم اياه يعني بالنيابه عنها هسه من تخابرك وتتواصل وياك تكون انت في قمه السعاده اسعد مما هي تكون بالتاكيد انا فد يوم وقفت يم مراقبه على امتحانات وقفت يم مدرس سلمت عليه قلت له شلونك استاذ محمود قال لي الحمد لله والشكر قلت له عرفتني قال لي لا قلت له انا احط طلابك في متوسطة دمشق قال أنا أفتخر بك أنت صرت استاد أي قلت له أنا استاد وعندي شهادة عليا وهذه أي كل الحمد لله على موضوع المختبر شلون حاليا الوضع يمكم كمختبرات كشغلكم أنا بصراحة شغلكم صارت المختبرات هواية والناس هم صارت مختصاص بيها ودخلت بالموضوع أنا أحكي لك على المختبرات يعني على كلامك المختبرات صارت هواية وصارت يعني الاجازه يعني ياهل يجي ياخذها احنا خل احكي لك احنا انا امتحنت بال 94 امتحنا 21 واحد انسحبوا 10 نجحوا بقوا 11 امتحنا نجحنا 5 ورسبوا 6 وبالكيمياء 10 دخلوا 10 هم رسبوا دكتور منذر مصطفى اللي هسه عنده مختبر بساحة النصر اذا تعرفه هو الله يرحمه توفى لان احنا من القدامى احنا خريجين السبعينات اي 75 4 اي الحمد لله والشكر اي فكانت يعني واحد ما ياخذ الاجازه الا يستحقها ليش؟ لانه انت من تنطي تحليل هذا الطبيب يعتمد عليه راح ينطي دواء يعني انت مثلا تقول هذا الشخص مثلا عنده سكر والسكر مالته مرتفع راح لكن اذا من تكون النتيجه غلط وينطي دواء هاي تصير كارثه تمام وقبل كانت الاجازه صعبه مو صعبه لانه لكن ما يطلعوك صعبه علميا يعني الله يذكره بالخير علي رجب ابو الفيروسات يعني ما ينجح واحد الا الفاهم زين هسه يعني العام امتحانين 350 واحد منجحين منهم 300 من 250 زين انتم لما ما تفكرون يعني احنا قبل من كنا نمتحن ما يدخلون اكثر من 30 زين انتم من تضخون هاي الكميه الهوايه راح تصير مختبرات هوايه بس اسمح لي راح تصير الشغله شلون مكان يبقى شنو؟ يبقى اكو ناس شو تسوي؟ تأجر الاجازه مالتها، زين اني ابو المختبر، اني متقاعد انا اقعد الصبح بالمختبر لليل، بالثمانية الا اطلع، افتحها هسه فتحتها بالتسعة، هسه بنية قاعدة تشتغل، طلعت ماكو شغل،
لثمانية بالليل يلا أطلع. زين أنتوا شنو يجي واحد خريج إعدادية الصناعة أو خريج كلية التربية ممارس للشغلة ويروح يأخذ إجازة يأجرها ويشتغل بيها؟ ما يصير هيك شيء. وين العلم صار؟ وين العلم صار؟ يصير؟ أنا قاطعك بموضوعه بس خليتك تسترسل. هسه ممكن انتوا كنتوا في وقتكم 30 شخص ويطلعوا منكم العدد اللي موجود، هسه نقدر نقول يا بترى الكثافة السكانية اللي صارت والتوسع اللي صار الآن واحنا محتاجين طاقات شبابية تشتغل، مو المفروض تكون بيها يعني تكون بيها إرادة؟ إرادة عندك الجامعات تخرج الآن، ما كانت في وقتها الجامعات أهلية، اليوم هم كانت، اليوم صارت الأهلية، وعندك هذه المختبرات اللي تخرج الآن، أنا أسمع من المختبرات جاي تخرج دورات تعليمية ويتخرج ويطلع هم يفتح له، يعني هذا بالحسبان له مختبر، ما شخص ما يفتح مختبر إلا تكون عنده ممارسة وتكون عنده شهادة عليا أولية كبكالوريوس ويروح يمتحن في وزارة الصحة امتحان يجتاز الامتحان. يلا قبل كان يمتحنون كل ست أشهر، أنت لك ثلاث محاولات، إذا ترسب ثلاث محاولات بعد ما تصير تدخل الامتحان. هسه هوسة زين، يعني ما أدري إيش أقول لك، خلي هم يعرفون وزارة الصحة يعرفون كل زين. ماكو يعني شو اسمه، ماكو ذيك الرقابة المضبوطة زين. اي ولذلك بعدين انت هسه حكينا عن الكليات الاهليه، كليات الاهليه والله كم واحد يجوني خريجين من الكليات الاهليه كل شيء ما يفتهمون. اقول له درست الطفيليات يقول لي لا، اقول له درست فلان شيء يقول لي لا. زين انت شلون تخرجت؟ ها كارثه، مصيبه، كارثه انه الكليات الاهليه خلي احكيها وخلي يسمعون، يسجل اسمه يدام اربع سنوات ياخذ شهاده يطلع هو هيك شيء. والله راح اقول لك حكايه، وانت ما احنا كنا هاي بالسبعينات كنا نمتحن، كانت ست رحاب اللي هي اعتقلوها الامريكان، عالمه بالانثركس بالجمره الخبيثه زين، اعتقلوها عالمه هي وهدى صالح مهدي عماش، اذن اثنيناتها اعتقلوهن اذن عالمات. هذه كانت تمتحننا تقول لحد يجاوب، اللي تعرف صحيح تجاوبه، المو صحيح لا تجاوبه، لان الصح ياكل الخطا. شايفين معناته شنو؟ الانسان اذا ما متاكد اني ابني بش اسمه ابني نيويورك دزيت له السي في مالتي وانا متقاعد عمري 66 سنه، هو قال له خلي يجي يمنا اذا يريد يشتغل بالهاي ميديكال سنتر، انا اختصاصي فيروسات بالمركز الطبي العالي. تعوف البلد وتطلع؟ لا والله اقول لك انا وين طالع؟ رايح لمصر، رايح لبنان، رايح لسوريا، ورحت للسويد، ورحت افواد لندن باريس، اخر شيء انا رايح فرانكفورت امستردام. زين رحت فرانكفورت وامستردام بس رجعت ما اقدر. ما اقدر. زين جدا ممنون منك وانتم كل الحب والاحترام لكم، طاقات شبابيه طاقات الجيل اللي جاي اللي يتعامل وياكم بشكل مباشر، والله هذا يعني هذا يوصل الى مراحل متقدمه، لانه الان الحاله بس اسمح لي راح اقول لك حكايه. انا هنا من التسعين بالبياع، كل دول اهل المختبرات خريجين مدرستي، واني معلم شغله التحليلات المرضيه 80 واحد اسمائهم عندي موجوده بالمختبر. زين حياك، سلام لك، حياك الله دكتور، الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور. انا استغليت التواجد ويا المتحدث الدكتور وانطانا، يعني هو مصيبه من يتحدث الان من يقول يعني اللي يتخرجون من الكليات الاهليه، طبعا مو الكل، انا ما ولا هو يقصد الرجل يقصد الكل، لكن اكو هذا اللون، يعني هذا اللون اللي الان من الفشل اللي موجود اكو هذا ردة الفعل، لانه بصراحه ما دام انت في موقع يعني موقع المسؤوليه نقدر نقول في الجامعات اللي الان الأهلية اللي جاي تقدم أيضا للطالب، وبالتالي أنت الطالب ردة فعل أنه ما يقدر يتحمل أو ما يقدر يكون عنده معرفة بدراسته بموضعه بواقعه التعليمي، وهذه طامة كبرى من
من حجاج الدكتور قال يجون ما يعرفون التفاصيل يعني ما يعرفون اللي ذكره وهذه مشكلة. يعني هذا مشكلة هذا مو فقط انه هو مشكلة للشخص نفسه لا مو هذا راح ينطي نتيجة تحليل بس احنا نحكي عن 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 قضية فقط التحليل فقط راح ينطي نتيجة للدكتور غلط وتروح على لذلك اليوم العلاجات واللي جاي تاخذ الناس ما ينفع يعني يقول لك انا اخذ بهالعلاج وماكو والماشي عندنا هسه الان اللي يروح للطبيب واللي يروح للدكتور واللي يروح اختصاص ماكو غير المهدئ والمسكن آلام هن ذن اللي ماشيات لانه تهدئه للوضع فقط يعني ماكو حل ونتيجه بالموضوع. السلام عليكم حبيبي شلونك حبيبي؟ على التنزيلات ب 5000 شتوي اسعاركم غاليه لو رخيصه؟ اسعار لا رخيصه بالعكس سعر جمله احنا نبيعها احنا مستوردين ونبيع اسعار رخيصه. البضاعه نزلت شتويه؟ نزلت البضاعه شتويه بس بالشورجه غالي يعني احنا شايلنا الاستيراد بالشورجه غالي. الشورجه غاليه؟ زين هذا نجيبه بالشورجه لازم نبيعه بسبعه. اها عندك خمسه ومطمئن انه انت خلاص ان شاء الله معك ربح بي وخبزه بي. والله الحمد لله والشكر الحمد لله هم ويا العالم ساعد العالم طبيعي هي لازم واحد يمون على نفسه لازم واحد يساعد الاخ. ايش صار لك بهالشغل؟ والله صار لي تقريبا 13 سنه هيك. ما شاء الله نفس المكان؟ نفس المكان. انتم هم يسمونها الشورجه قريبه يمكن شورجه يسمونها شورجه البياع. شورجه البياع اللي قدام بعد تقريبا ارفع ارفع. هم ملابس لو فقط انه مواد غذائيه؟ لا مواد غذائيه اي فقط مواد جمله جمله اي جمله وعدهم مفرد. ايه طبعا الاخ اللي قبالنا الان صورك وهاي السوالف حركات وشي خلصك شي خلصك بعد منه؟ لا لا عادي عادي لا متعلم ها؟ هاي لا ايش قصار لك مقابله؟ قصار لك هو يشتغل وياي. اي والله شلونك باليوم ويا عادي؟ لا اليوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد من اليوم ورايح ما دام هذا صور لك الفيديو انت بعد شويه ها صعب الامور. اي هو لا تحياتكم شباب الله يحفظكم حبيبي. هذه طبعا هذه الافرع الرئيسيه لمنطقه البياع وهذا الشارع 20 تحديدا اللي احنا الان نتمشى داخل شارع 20 وحكينا بتفاصيل ممكن انه في وقتها كانت يعني التفاصيل اللي الان نشوفها هي اللي يعني هي اللي ماشية هي اللي دارجة هي اللي القضية اللي موجودة الآن تجاريا ومعروفة تجاريا بسبب الوضع اللي الآن اللي لاحظه وعادة أيضا تكون بعض الإجراءات بعض الأشياء اللي نطلع بصراحة ونلاحظها بشكل مباشر ويكون التعامل بشكل مباشر مع الناس مع مواطنين الأحبة وهذه معاناة معروفة ترى معروفة القضية. إذا زميلة علي ينطيني لقطة عن السوق وعن حركة الناس التجارية يمكن هسه بلش شوية السوق بلشت أكو حركة للمواطنين يجون لهذا الشارع. طبعا تسمية شارع 20 لأنه هو شارع تجاري وبالتالي حسب أهل المنطقة يقولون 20 شارع يلا توصل لشارع 20 وهو تسمية يعني جاءت بهذا الجانب بهذا الصدد. الأخوة الآن مثل ما تعرفون البضاعة لأنه طلاب وعام دراسي فنزلت الحقائب الدراسية والأخوة الآن اختصاص أعتقد بالحقائب لأنه الآن جاي نشوفهم وسعر حقيبة 25000 دينار يعني شوية صاعد يعني بيها سعر غالي يعني وأغلب الأسعار هي هسه من تحاكي وتسولف وياه يقول لك سعر الدولار صاعد وقضية الدولار اللي أخذت جانب كبير جدا وموضوعات أيضا القرطاسية الأخرى اللي الآن أيضا نلاحظها بما أنه عام دراسي بلش وتأخذ الناس اللي تحتاج للدراسة.
السلام عليكم، شلونك حبيبي عمي؟ مشيها مشيها بس انت الله بيها، تعالي تعالي يلا مشيها بس انت الله بيها. ها ها من شافت الكاميرا انهزمت اقول لك، وهي جايه تعاملك وانت شويه عملتك الظاهر غاليه وياها لو شلون؟ غالي يعني بيع غالي، هو الغالي بيع غالي. منك الله يسلمك. هم 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 دولار وصعد، وهم قلنا الدولار صاعد وهم اثر عليك. يعني مو غريبه على السوق، والدولار من صعد كل شيء صعد وياه. يعني اذى العالم كلها. بس هم بدايه عام دراسي راح يصير ضغط ولود. اكيد ابو العائله الله يساعد، يعني اللي عنده اربعه وخمس جهال. صعبة كلش صعبة، يعني يعني ذات جنطة 25، القرطاسية طالب 25، سقريتها 25,000 يعني هذا عادية، جنطة عادية لا ماركات ولا عنده ثلاثة طلاب البيت. بس الجنط 100 صدرية وبنطلون وتيشيرت وحذاء إرادة بال 500,000 هذا ما يكفي له. قرطاسية شلون؟ أي دعم ماكو، قرطاسية المدارس هي المدارس. احنا مو مجانية التعليم. أيوة. احنا مو عندنا مجانية التعليم. وين مجانية التعليم؟ كله كذب كذب. شن في وقتها هسه هي بوقت حصار، هذا دمار البلد منين يجي؟ من التربية، التعليم والتعليم والتربية. اذا انتهى كل شيء. اي فهذا منتهين منها للاسف والله. يعني ما اجى واحد ده يفيد البلد، مصيبه. هاي يعني الانسان اللي دي يفكر بهالبلد هذا ما حد هسه ماكو. شعارات وكله كذب، وانا مسؤول عن كلامي. والله يا عمي احنا يوميا نطلع ونسولف ونقول يابا، احنا زاقروس ونقول يابا ترى اللي جاي يصير بينا ما مر علينا قبل، والان اللي يمر الظرف الان اللي يمر احنا نمر بظرف والله صعب. يمكن انتم ايام عشتوها صعبه، لكن ما مرتوا باللي الان. اكيد اكيد هذا صعوبه، واقع حال. وال مو بس هي سوء اداره وتخطيط. تخطيط لو اكو اداره يعني سويه ماشي البلد وعابر، واكو من يخطط لمستقبل فاكيد، واكو ناس ده تخطط يعني للهلاك. يعني اكو ناس اذكى من اللي يخطط للمستقبل، اكو ناس اذكى منه بده تخطط للهلاك. احنا ينكتب علينا السلام. الحمد لله على كل حال. الله يعطيك الصحه والعافيه عمي. وانا والله صح، انت هي باب رزقك وخبزتك، وان شاء الله رزقك حلال، بس انت الله شويه بالناس. والله احنا الناس وصلت مرحله من هالمجتمع هذا، فاكيد نحس بها. جزاك الله خير. الله يخليك. الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي عمي، الله يستر عليك. يعني احنا انا اريد اختم بهذا الصدد، يعني اختم بهذه القضية. يعني والله راح اقولها، والله عيب على وزارة صار لها سنتين واقفة ماكو، لأنه ماكو لا تعليم ولا دراسة، وتنطي رواتب. هسه راح الموظفين يزعلون، تنطي رواتب ومرتبات شهرية لمؤسسات ما موفرة قلم ومساحة، قلم ومساحة ما موفرة للطالب. هسه عوف وقت اللي راح ذاك، بس احنا كنا نستلمها ونستلم كتب ونستلم دفاتر ونستلم أقلام ونستلم قرطاسية كاملة، نستلمها مجانا في وقت الحصار. هسه احنا ما نريد منكم شيء. اذا جيل يفتح عيونه على الجنطة 25 ودفتر ب 3000 و 4000 ومساحة وقلم ب 2000، فلا نقرأ السلام عليه، لأن هذا طبيعي. ردة فعل الأب ما راح تكون إيجابية، راح تكون سلبية. شو اشتري لك يعني؟ فصعب الموقف أمامنا بسبب التربية والتعليم اللي موجود عندنا بالعراق، وما ننسى الصحة وغيرها وغيرها وغيرها، وأغلب الوزارات اللي الآن للأسف في انحدار. تقبلوا حبي واحترامي لكم، وانا احمد الركابي وزملائي يرافقون اليوم المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر. نشوفكم باكر بخير وسلامه، الى اللقاء.